الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الفرقان واصفا عباده المتقين المؤمنين الذين حازوا أعلى الدرجات وفازوا بأسمى الألقاب في الدنيا وفي الآخرة بعد النبيين والمرسلين، وصف الله تعالى عباده بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الأوصاف بدأها المولى سبحانه وتعالى بقوله: وعباد الرحمن، نسبهم سبحانه إلى اسمه الرحمن. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وفي هذا إشارة إلى أنهم لم ينالوا تلك الأوصاف الممتدحة والمعاني العظيمة إلا برحمة من الله تبارك وتعالى. قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لم ينالوا ما بلغوه من المكانة العالية إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فعباد الرحمن، قال: الذين يمشون على الأرض هونا، وصف مشيتهم، لأن مشية الإنسان تدل على ما ينطوي عليه من الخلق
ولو أردت أن تعرف صفات الإنسان المار لبيك انظر كيف يمشي، فللمؤدب مشية تختلف وللسيء مشية تختلف. قال يمشون على الأرض هونا، كما قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. يعني ما تتبختر وتتكبر وتختال في مشيك، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تولغ الجبال طولا. أنت عبد ذليل لله، تتكبر على شنو؟ قارون خرج على قومه في زينته متكبرا، لما نظروا له السفهاء اللي زيه قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ربنا قال فخسفنا به وبداره الأرض، عشان ما يتكبر، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، اللي شافوه لما مرق على زينته لبس كيف، والحشم الماشين معاه، والحلي اللابسه، والموكب الفخم بتاعه، اللي شافوا المنظر ده وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ولذلك قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال سبحانه ولا تصعر خدك للناس تكبرا. الصعر ده يصيب الإبل في أعناقه، لما يصيب البعير في عنقه بيتلفى بيتلوي، لو البعير مقبل عليك بيكون وشه مقبل كده كأنه بيديك الجانب بتاع الرقبة بتاعته. وده في أخلاق الناس، لما الزول يكون بيتكلم معاك ومتلفت منك كده معناه متكبر. انت لو عندك احترام للزول عاين فيه الزول بيتكلم فيك ده، لكن بتكون انت متلفت منه تعاظما وتكبرا. عشان كده ربنا قال ولا تصعر خدك للناس، ما تكون عندك أنفة وتعالي، انت عبد لله وهؤلاء عبيد لله، انت افضل منهم بشنو؟ ميزت نفسك على الناس بشنو؟ بمال؟ بعلم؟ بقبيلة؟ بمنصب؟ بشنو؟ ميزت نفسك على الناس. كلكم لآدم وآدم من تراب. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العزة بالتقوى والمكانة بالتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يوم من الأيام وقف قدام رجل وارتعد الرجل من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد، بتأكل الكسرة الناشفة. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بيمشي ما بيتكبر وتخايل على الناس. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني أعرضوا عما يقول الجاهلون. لو تكلم معك إنسان بسفه وبكلام قبيح أعرض عنه ما ترد عليه، قالوا سلاما. وإذا مروا باللغو مروا كراما،
قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الإنسان إذا مر بمجالس اللغو ومجالس السفه المؤمن يمر فيها مرور الكرام، ما بيدن السمع بالسماع إلى الباطل ولا بحضور مجالس اللغو واللهو. وإذا مروا باللغو مروا كراما قالوا سلاما. يعني أنت ممكن زول ينزل معك بكلام شين، وهذا الخلق الإنسان يحتاج له زيادة خاصة في رمضان، أنت بتعفو. ونحن بطبايعنا كسودانيين مسخنين، يعني كونك تفوت لذول حاجة دي مسألة صعبة جدا. ذول قال لك كلمة صعب تفوتها له. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، مش البرم الناس، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وتملك نفسك وقت تكون قادر، مش لما تكون ما قادر. أكم ما قادر معناه أنت خايف ساي. واحد يقول له: والله أنا كم ما بخاف الله ساي، كان عملته وعملته. بعد ما يضمن إنه جماعة مسكوا الزول ذاك، مسكوا ذاك، وهو بعد ذاك يتفسح في الكلام، ده ما قادر. لكن لما تكون أنت قادر وتصبر وتعفو وتصفح، هذه من صفات المؤمنين. عند القدرة أنت بتعفو وبتصفح، ده أجر عظيم جدا. قال سبحانه: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومع ده: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. انتبه لكلمة لربهم، بالليل هم قيام بيقروا في القرآن، وسجد لله، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ربنا قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الصلاة بالليل ما زي الصلاة بالنهار، النافلة يعني عظيمة صلاة الليل. لذلك قال الشافعي رحمه الله فيما ذكر عنه: الليل أضوأ للقلوب، لأنه في الوقت ذات ما في ذول شايفك، أنت بتصلي مراك. قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بيعملوا شنو؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. دين لما أخفوا العمل بتاعه ما بذل شايفه بالليل. ربنا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي له. هم ما أخفوا في الدنيا صلاة الليل وبينفقوا، ذول ما شايفه، بدوا المساكين والمحتاجين. ربنا قال لك: فلا تعلم نفس بعدين ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قيل نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه صاحب الهجرتين وزوج الابنتين والذي اشترى الجنة مرتين رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يبشر بالجنة، قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وتم العشرة، مع أنه مبشر بالجنة. انتبه، يقوم الليل، كان قواما، صلى ذات مرة صلاة الوتر ركعة واحدة جوا جوف الكعبة، ويجوز الإنسان يصلي النافلة جوا الكعبة، صلى داخل الكعبة صلاة الليل ركعة واحدة بالقرآن كاملا من البقرة للناس كله،
ركعة واحدة. من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن، مع انه مبشر بالجنة، نحن مبشرين؟ نحن ما في حد يبشرنا. أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ما عدا عثمان بن عفان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن رضي الله عنه وأرضاه. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لكن لاحظ الآية، ربنا قال والذين يبيتون لربهم، بس خذ خط تحت الكلمة دي، لربهم. يعني لما يقيم الليل ما داير عشان يصبح الصباح يونس الجماعة، قول لهم بالله انتوا شفتوا الطيارة وقعت البارح دي زي الساعة 3 كده، شفتوها ولا ما شفتوها؟ قول له ما شفناه. هاي بس انا اخذت لي صحية كده. مالك يا زول؟ والله بس ده كلام الناس ما بيتكلموا به وكده. في النهاية داير يوصل لهم انه هو كان قاعد يصلي بالليل امس. لا لا، ده ما ينفع. والذين يبيتون لربهم، ما له احد من الناس، ما عشان يقولوا ده بيصوم الاثنين والخميس ويلقى من وراها مكسب دنيوي. في النهايه في ناس يرفعوا شعار الدين لمكاسب دنيويه، عشان بعد شويه يختاروه لمكانه والناس يمدحوه ويثنوا عليه. لا، لربهم سجدا وقياما، ما لأحد من الناس أبدا. ولما يقوم العبد من الليل ليس له، حتى ولو من النهار، ليس له أن يناجي أو يدعو أو يسأل إلا ربه سبحانه وتعالى. ما تبقى زي الجماعة اللي قالوا في الليلة الهادي بنادي سيادي، الليل ده لو بقى هادي وانت صحيت وقت السحر تذكر ان المولى ينادي، هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من داع فاستجيب له؟ ربنا بيناديك، تقعد تنادي في غير الله؟ في الليل الهادي قال بنادي سيادي، جمله وفرادي، بناديهم واحد واحد وبناديهم بالجمله. خسران، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خسر الدنيا لأنه في الدنيا دي اللي بتناديهم دول كلهم ما عندهم لك حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. وخسران في الآخرة برضه كمان، ربنا قال يدعو لمن ضره، يعني بعبادته له لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ولهذا عباد الرحمن يقومون لربهم سجدا وقياما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، لما تدعو ربنا استعيد من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من جهنم، قال صلى الله عليه وسلم أريت الجنة في رؤيا، قال فتناولت منها عنقودا، يعني دار يصير كده، قال لو أصبته، لو أنا شلته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، تأكلوا منه ليوم القيامة. قال وأريت النار فلم أرى منظرا قط أفظع، ما في منظر أسوأ من جهنم، إنها كالغار، الغار يعني الكهف، مظلمة ومقفولة وعليها خطاطيف وكلاليب،
والصراط فوق منا والناس ماشيين على الصراط، وجهنم عندها حديد بدور الناس جوا، والبخش جوا جهنم قال يطلعوا منا لهم مقامع من حديد بترجعهم تاني جوا. قال ما رأيت منظرا قط أفظع من جهنم. عشان كده المؤمن بقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ليه؟ إن عذابها كان غراما. غرامة يعني شو؟ ملصق على الجسم. هسه مش بقول لك الفنانين وبتاعنا النسوان وكده، بقول لك الغرام. وما الغرام؟ ويغنوا في الغرام. الغرام ده شنو؟ ده الحب الملصق في القلب، ملصق فيه شديد. إن عذاب جهنم ده مش بعيد منك، لا ملصق على الجسم، كان غرامة ملازم. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ده مستقر سيء جدا، ما في زول بيقدر عليه. تعرف جهنم دي لو دخل الإنسان لحظة واحدة والعياذ بالله، يخش في جهنم ويمرق منها، يقال له هل رأيت نعيما قط؟ ويؤتى بأنعم أهل الدنيا. زول مرتاح في الدنيا زمان، ما شاف شقاوة ولا أكل الأكل التعبان، ولا طعمية سوت له سوء هضم، ولا شط آزته، بياكل أكل راغي وساكن في محل راغية ومرتاح. الدنيا دي ما شاف فيها شقاوة كله كله. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحد بس كده ويمرق. ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ قبل كده شفت راحة؟ مكيف لاقاك شفت راحة قبل كده؟ يقول ما رأيت نعيما قط، كله لحظة واحدة. عشان كده قالوا إنها ساءت مستقرا ومقاما. وبعد ذاك ربنا قال عنهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. دي فيها تفصيل كثير، لعلنا نعود إليها في الجمعة القادمة إن مد الله تعالى في الآجال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم اخرجنا جميعا من الظلمات إلى النور، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وقوموا للصلاة يرحمكم.